هؤلاء كانوا مجهزين بالأحزمة الناسفة وأسلحة حديثة ومعدات فنية وكاميرات ونواظير ليلية تم مصادرتها بالكامل. 5 إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين في تلك المناطق. 6 عمليات تطهير حزام على طول ضفاف البحيرة، بحيرة الثرثار من شمالها إلى جنوبها من الساحل الشرقي لبحيرة الثرثار بطول 75 كيلومتر. كل هذه المناطق طبعا تعتبر مناطق رملية وفيها شقوق، كان أبطالنا يشنون فيها عمليات مهمة جدا في هذه المناطق طول الساعات 72. 7 مسك الأرض من منشأة المثنى إلى شارع وطبان بطول 35 كيلومتر مع التزويد بكاميرات من أجل إعادة الانفتاح لجنوب منشأة المثنى وبحيرة الثرثار يضمن عدم الهروب للإرهابيين. هذه المنجزات التي تم تحقيقها خلال 72 ساعة الماضية أسفرت عن هذه النقاط السبعة التي ذكرناها، والعمليات ما زالت جارية من أجل تحقيق ما يمكن الوصول إليه من المنجزات العسكرية التي سبق وأن وعدناكم بها، واليوم قد حققها أبطال الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وكذلك